فترة التحضير للفيلم كانت فترة طويلة وخدت كمان التصوير فترة أطول وكان في تعديلات كتير في الكتابة وكذا مرة وخصوصا في الفينال بتاع الفيلم كمان. ده ما أثرش عليكي مثلا في وقت الفيلم أو ما أثرش عليكي مثلا أو عملتوا جلسات قبلها كتير؟ بس أنا يعني أنا ما حضرتش من أول حكاية يعني من أنا دخلت مثلا قبل الفيلم ما يدخل بشهر ونص أو يعني أو حاجة كده يعني تقريبا في الوقت ده، فكانوا واصلين تقريبا لاخر الحاجات يعني. فبس عملنا بقى قعده ترابيزه ومذاكره كتير مع كل الكاست. كان السيناريو معاكي من الاول اصلا بتقري ولا؟ كان معايا. تمام. حصل في اختلاف بقى ما بين اللي جالك في الاول وما بين لا ما حصلش حاجه يعني، لان هم كانوا يعني انا بقول لك انا دخلت في مرحله كان وصلوا للسيناريو خلاص هو ده اللي متفقين عليه يعني. فبس وكان يعني كان مذاكره بقى، انا وصلت مرحله المذاكره مش طيب. مرحله التعديل. مرحله المذاكره، المشهد اللي انت مش عايزه تتكلمي عنه. ايوه. ذاكرتيه ازاي؟ ما ذاكرتوش، قعدت اتفرج على ما ذاكرتوش بمعنى ان انا قعدت امثله قبل ما اروح قدام الكاميرا. قعدت اتفرج على افلام كتير جدا 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 فيها حاجات شبه المشهد ده، بحاجات ليها علاقه بالحكايه، بممثلين كتير مصريين واجانب، ولغايه ما وصلنا تقريبا لفيلم او فيلمين قلنا تقريبا هي في المنطقه دي. ده كان من اختيارك انت ولا كنت بتتفرجي مع المخرج؟ مع المخرج. يعني اللي عنده فكره انه بيقترح اسم فيلم، والله شفت حاجه شبه كده ممثل عملها كويس، ف كنا بنطلع نشوف الفيلم يعني، باخد الفيلم البيت اتفرج عليه اثبت يعني اتفرج على المشهد اكتر من مره واثنين وثلاثه، بس ما جربتوش الا قدام الكاميرا عشان يعني بس يعني كنت اتفرجتي وحصل لك حاله من التشبع من كل الحاجات اللي شفتيها تقريبا يعني. انت يعني هي انا بقيسها انت لما الحاجات بتقتنع بيها وبتحسها جدا جواك وبتشوفها من كذا طريقه يعني من كذا شخص كذا رؤية من كذا حاجه، انت في الاخر جواك من غير ما تحس بتطلع حاجه خاصه بيك. يعني انا ما اعتقدش ان طلع مقلده حد، بس بس يعني انا فعلا دي طريقه المذاكره اللي ذاكرتها في مشهد زي ده يعني. غير يعني في جزء احتاج مني مجهود تاني، مجهود عضلي، فعملته فرحت اتمرنت عليه علشان وقت التصوير يبقى يعني عاملاه صح او خلاص اتعلمت يعني. تمام. رشا بدايتي كانت دراميه اكتر يعني، كانت مع الدراما في التلفزيون. وكان ليكي طبعا دور، كان اول تجربه كانت تجربه من خلال فيلم قصير، فيلم روائي قصير. ده ايام وقت دراستك تقريبا. صح. وبعد كده ابتديتي مع التلفزيون. وابتدت يبقى في خطوات اكتر في التلفزيون وكانت معظمها مع فنانين كبار. كانت بالنسبه لك عامله ازاي يعني ان اول مثلا مسلسل او اول عمل تبقي مع استاذه سميره احمد في اميره في عابدين، وبعديها برضو ابتديتي؟ بص انا كان حظي حلو ان انا بدات في اميره في عابدين لان الدور كان حلو قوي وكان مميز يعني، وكان تاليف استاذ اسامه انور عكاشه وكان اخراج استاذ احمد صقر ومدام سميره طبعا. بس انا كان عندي يعني انا ما مثلتش قدام مدام سميره في المسلسل ده، انا ما مثلتش تقريبا ولا مشهد قدامها، انا كان كله قدام فتحي عبد الوهاب، وفتحي صاحبي وساعتها فتحي خدني ذاكرنا مع بعض وكده وبقينا واحنا اصحاب اوريدي فمتعودين على بعض جدا، فما كانش فيه مشكله انه بتمثل قدام ناس مش عارفه مش عارف. في وقت التحضير المسلسلات تقريبا كلكم بتبقوا موجودين في البلاتو أو بس احنا اتقابلنا وقعدنا ذاكرنا يعني. كان ليها تعليق على ادائك؟ كان مثلا قالت مثلا كومنت ظريف بالنسبه لك او حاجه؟ بص يعني الحمد لله كان الرياكشن كويس يعني ساعتها، وكمان ده كان اول حاجه تتعرض يعني، انا بعديها على طول صورت فيلم هندي، بس كان اميره في عابدين كان اول حاجه تتعرض على الناس، فكان اول رياكشن لكل الناس في الدنيا، حتى رياكشن امي ما كانتش تعرف انا كنت كويسه ولا وحشه. ما شافتش الفيلم الاولاني اللي كنت عاملاه في المعهد؟ لا ما كانش شافته لا. فما كانش حد يعرف، بعدين انا صحيت من النوم قلت لهم انا همثل، فما حدش عارف الست دي ولا البنت دي بتقول ايه، هي ناويه تمثل بجد ولا بهزار؟ يعني انت
دراستك بحكم دراستك كنت متوقع انها تبقى دراسه فقط من انك ما تشتغليش؟ ما انا دراستي انا المفروض ابقى مش المفروض اطلع ممثله، المفروض اطلع ناقده او كاتبه، ف حاجه ثانيه خالص فجاه دراما ونقد. فالمفروض فانا قلت رحت موقفه اي حاجه كنت بجرب فيها وبحاول ان اعملها، وقررت اني امثل. فقاعده في البيت بس عاوزه امثل، اللي انت اصحي من النوم روحي اعملي اي حاجه، انزلي اعملي لك مشوار مفيد ولا حاجه، لا انا راح انا همثل. فاللي يعني أميرة في عبدين ده اللي خلى الناس تقول إن بقى في ممثلة اسمها رجا، بما فيهم بقول لك أهلي يعني. عارف يعني جات لك الفرصة إزاي يا أستاذ أحمد صقر؟ أول من استوديو الممثل، استوديو الممثل كان مجهز صور لينا أو عامل فايل لينا، والفايل ده مدام سميرة شافته في مدينة السينما، واتصلوا بيا هم قاعدين رجا ما تيجي نتقابل ومش عارف وكده. المهم قابلتهم وبس يعني، وبس مش هقولك انه في حاجة تانية. قالوا ان في مسلسل وكده، وعدى ايام وشهور، وبعدين فجأة لقيت حالات بيقولوا لي في تصوير. تصوير ايه يا جماعة؟ هو انتوا مش جيت عملت تيست كاميرا عندنا؟ لا ما عملتش تيست كاميرا، ما عملتش اي حاجة. انا قابلنا مقابلة كده عادية بسيطة يعني جدا، ما كانش فيها حاجة. كان فيها استاذ احمد وكان فيها مدام يعني قابلت مدام سميرة وقابلت استاذ احمد صقر، بس انا مش فاكرة تفاصيل قوي ايه قبل ايه يعني. بس تقريبا ولك. وبعدين قاعده حتى بتفرج على كان مدام سميره ليها برنامج على التلفزيون يعني. ف المهم لقيتها بتكلم ان احنا بدانا المسلسل وفي بطوله كذا وكذا 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 وكذا، فانا خلاص الموضوع خلص يعني. الناس بداوا المسلسل من زمان يعني، وما حطيتهاش في دماغي يعني، خلاص تمام يعني. فلقيت انه هتري هم لسه لا يعني. بعدين لقيت انه رشا عندك اوردر. اوردر ايه يا جماعه؟ يعني ايه اوردر؟ فالمهم رحت وصورت وكلمت بقى فتحي، انت فتحي الحقني جه ذاكرنا. بس كنت عارف ان هو موجود في ال فالحقني ذاكرنا بقى الحكايه ودخلنا صورنا وعدت. تمام. بعديها على طول عملتي فيلم مع احمد ادم اللي هو فيلم هندي. فيلم هندي. وكان نقيض تماما. شخصيه البنت يعني تقريبا هي قياديه وعلى طول بتسخنه على صاحبه، وعلى طول يعني كانت اجريسيف معاه جدا، بعكس خالص الشكل اللي شافوكي بيه الناس في الاول في المسلسل في اميره في عابدين. فبرضو ما خفتيش ان دي تبقى الخطوه الثانيه على طول ليكي في مجال التمثيل؟ بس ايامها ما كنتش بحسبها ايه الصح وايه الغلط. اوكي انا بالنسبه لي الورق كان بتاع الفيلم ورق حلو قوي 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 قوي. الفكره اللي بتدور عليها الفيلم فكره انا حبيتها، فكره انه يبقى في تسامح ما بين المسلم والمسيحي، وانه ما فيش فرق ما بين مسلم ومسيحي، واتقالت بشكل انساني بسيط. ده اللي كان عاجبني جدا جدا جدا، انه اتنين صحاب جدا متربيين عمرهم ما كان في بينهم فروق، وانه جه خناقه بسبب ما على شقه. الفكره كانت بالنسبه لي كوميديه وبسيطه، وفي نفس الوقت فيها افكار انسانيه بالنسبه لي كانت عاليه او مهمه. بس فانا ما كنتش شايفه ان انا ممكن اخاف. بالعكس انا كنت شايفه ان انا بعمل حاجه فيها تحدي، انه الشخصيه كمان شخصيه صعبه، مش شخصيه سهله في بدايه. ان انا اعملها كويس او اعملها اشوفها ازاي، الناس هتشوفني ازاي. فكان بالنسبه لي خوف ان انا ممكن افشل يعني، بس الحمد لله كان في رد فعل برضو كويس. يعني كان خوفك من الشخصيه لمجرد انك ما تاديهاش كويس بشكل كويس؟ بغض النظر عن ان الشخصيه تبقى تسيب انطباع ايه عند الجمهور؟ اصل يعني انا بس ما يمكن دلوقتي ممكن افكر اقول انه حالا يعني انه اوكي دلوقتي خليني انا في الحته دي احسن من الحته دي، فخليني في الحته دي شويه، وبعدين لما اجرب في وقت تاني ممكن يبقى عندي حسابات دلوقتي. لكن ايامها ما كانش عندي الحسابات دي خالص. انت بيجي لك فرصه بطوله فيلم، حاول مرحله انتشار اكتر، اوكي، في دور فيه تحدي، فانت مش هتفكر فيها مرتين، انت هتفكر انه جالك بطوله مع ناس شخصيات يعني، مع الفنان احمد ادم وصلاح عبد الله. وانا بعشق يعني عم صلاح، يعني عم صلاح بالنسبه لي كان مرحله مهمه جدا ان انا اقف قدامه، بجد 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 يعني من اهم الممثلين اللي وقفت قدامهم على كل المستويات، المستوى الانساني والمستوى الفني. فبالعكس بالعكس يعني